تحيا مصر، تحيا مصر. منتخبنا النهارده مساء الخير. الاول انا داخل متحمس، مباراه حماسيه ومصيريه للمنتخب المصري. الاستوديو حقيقه متحمس جدا. بمس عليكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه اون تايم سبورتس. مباراه هامه جدا امام المنتخب الروسي للمنتخب المصري، مباراه حاسمه، مباراه مهمه في المجموعه الرئيسيه. منتخبنا حصل على نقطتين بعد تأهله كتاني المجموعه، والمنتخب الروسي حصل على 3 نقاط بعد تأهله على قمه مجموعته. مباراه هامه وهامه جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن المباراه وعن تفاصيل المباراه وداخلياتها وفنياتها والتشكيلات المختلفه، خلينا نبدا ونرحب بحماس برضو ضيوفنا وكابتننا كابتن طارق محروس، كابتن احمد العطار، كابتن حماده النقيب. مساء الفل. مساء النور ومساء الحماس. مساء النصر باذن الله. الحماس والاغاني والواحد، احنا كلنا لعبنا منتخبات، كلنا مررنا منتخبات، احساس جميل وحماس جميل في الاستوديو، فما بالك بقى بالمنتخب جوه الملعب. طبعا دي حاجه تسعدنا كلنا ان احنا نبقى موجودين النهارده، لان المباراه مباراه مهمه، ونتمنى باذن الله نفس الحماس اللي احنا فيه موجود في الملعب مع اللعيبه. وانا متاكد من الكلام ده ان هم مقدرين الموقف اللي احنا فيه، وطول ما احنا بنلعب كره اليد عارفين ان لعبه كره اليد لعبه رجاله، واللعيبه الموجودين دلوقتي في المنتخب كلهم رجاله، داقوا طعم المكسب والفوز ومتاكدين. تواصلت مع بعض اللعيبه فيهم، الحماس عالي جدا، وهم مصممين باذن الله ان يكسبوا الـ3 ماتشات. العطار، العطار انت مصوب جامد بتكسر الدنيا في الملعب، انت احساسك ايه وانت موجود في الاستوديو والمنتخب ولعيبه المنتخب في الملعب في مباراه هامه وحاسمه؟ انا طبعا جوه متفائل جدا، ان شاء الله باذن الله احنا اعلى من المنتخب الروسي. المنتخب الروسي لازم برضه نقول للناس ان هو دخل ببطاقه بدعوه، اداؤه كويس في اللقاءات واكتر مننا بونت، يستاهل، يستاهل البطاقه بتاعت الاتحاد الدخول للاتحاد الدولي. ولكن انا شايف النهارده ان احنا عندنا الخط الخلفي النهارده هيكون الشغل كله عليه، يعني متوقع ان شاء الله حسن قداح النهارده يكون ليه دور، احمد هشام، علي زين، يحيى خالد، كل الحاجات دي هنتكلم فيها ونكسرها كمان. فان شاء الله باذن الله، ان شاء الله انا متفائل، وان شاء الله نعمل جيم كويس وناخد الـ2 بونت ان شاء الله. نقيب، طبعا ربنا يوفق المنتخب النهارده جوه، زي ما انت قلت الشعب المصري كله ورا منتخب بلده، منتخب مصر. اللعيبه لعبت لحد دلوقتي يعني يمكن 3 مباريات، نطلع اخر 10 دقائق من اخر مباراه قدام السويد، المنتخب ادى هاندبول، كره يد حديثه، كره يد جميله جدا. ان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده. انا متفائل زي كابتن طارق، زي كابتن احمد العطار، متفائل جدا، وان شاء الله انا متاكد ان هم المنتخب كله هيكون عند حسن ظن الشعب كله. كلنا ثقه في منتخبنا، كلنا امل في منتخبنا، ومنتخب هو مش كلام وخلاص، ولكن عنده الاوراق وعنده الفنيات وعنده جهاز فني يقدر يحقق امنياتنا واحلامنا وطموحاتنا. نروح